السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في الساعة الأخيرة من الحديث عن الوزير الأول الأسبق عبد الملك سلالة. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشرت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك في الساعة الأخيرة خبر متداول يتعلق بالوزير الجزائري الأسبق عبد الملك سلالة. وقال ذات المصادر أن الوزير الأسبق عبد الملك سلالة، والذي يقبع في السجن منذ حوالي 5 سنوات، توفي منذ قليل بعد معاناته مع المرض، ولكن ولحد الساعة لم يتم تأكيد هذا الخبر من الجهة الرسمية، ولم يتم إذاعته في القنوات المحلية، ويبقى مجرد خبر متداول يحتمل الصدق ويحتمل الكذب.